طب اقعد غير القناة والكلام ده، اقعد تعمله كده. عندنا فنانة مغنية هي طالبة في جامعة أمريكية، وطلعت الأولى على ستار أكاديمي على مجموعة هايلة من المغنيين والمغنيات وبجدارة يعني، وكان كلنا متابعينها وقلبنا بيدق كده في الفينال. وعلى المستوى الشخصي هي إنسانة جميلة جدا وفنانة من الدرجة الأولى، وهي اسمها نسمة محبوب. فتقريبا الحلقة دي مش هنتكلم فيها كتير، هنسمع غنى ونعرف شوية استفسارات كده منها، عاملة ايه واخبارها ايه الفنية بعد ستار اكاديمي. فاصل ومع نسمة محبوب. لما تلاقي اغلى الناس نسيوك وجابوك الدنيا خلاص وسابوك، لازم تتغير من جواك وتخاف للناس كلها يدوسوك، تحلم بالمال اللي يقويك وعواطفك ما تأثرش عليك، وتلاقي الناس كلها حواليك فاكرينك قاسي أو مغرور. ضعيف مكسور عشان الناس دي مش فاهماك، بيقولوا أناني بشكل ملاك، لكن لو حد دخل جواك هيحس إن أنت ضعيف. لما تلاقي أغلى الناس نسيوك وجابوك الدنيا خلاص وسابوك، لازم تتغير من جواك وتخاف للناس كلها يدوسوك، تحلم بالمال اللي يقويك وعواطفك ما تأثرش عليك، وتلاقي الناس كلها حواليك فاكرينك قادر.